السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأعزاء في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم أدب المريد. يقول الإمام الشيخ مولانا أبو عبد الله محمد الحراق الحسني المغربي رضوان الله عليه: الصبر باب للظفر، والله يرحم من صبر، وإذا عراك الخطب سلم للذي أجرى القدر. الصبر عدة المريد الصادق في رحلته إلى الله تعالى، فبدون صبر لن يقتحم مفاوز النفس والشيطان، وبدونه لن يصل لشيء في طريق الرحمن عز وجل. وحقيقة الصبر الخروج عن حظوظ النفس بالمجاهدة والمكابدة، وحقيقته كذلك الثبات على كف النفس عن مألوفاتها ومحبوباتها بتزكيتها وإخماد شهواتها، مع الاستقامة على الطريقة المثلى بتصفية القلب وتحلية الروح. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر يتنوع بتنوع الأدوات، فالصبر في الله إذا أوذي فيه، والصبر مع الله رؤية المعذب في العذاب، والصبر على الله حال فقده لربه بوجود نفسه غير مقترنة بوجود ربه، والصبر بالله أن يكون الحق عين صبره فهو سمعه وبصره، والصبر من الله حال رفع الحول والقوة منك فلا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيزول بالاستعانة، والصبر عن الله وهو أعظمها مقاما، وهو الصبر الذي يزول بالموت ولا يوجد في الآخرة، فإن صاحب هذا الصبر ينسب الصبر إليه نسبة الاسم الصبور إلى الله تعالى، ولهذا يرتفع بزوال الدنيا وفي العبد بزواله عن الدنيا، ومن زالت عنه فقد زال عنه. فهؤلاء جميعا أخذوا الصبر عن الله عز وجل. وفي عوارف المعارف يقول الإمام الشيخ شهاب الدين مولانا عمر السهروردي رضي الله عنه: الصبر عرك النفس وبالعرك تلين، ولذا فاز الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله تعالى معيته. قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين. وقال شيخ الطائفة الإمام مولانا أبو القاسم الجنيد رضوان الله عليه: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله تعالى شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. وعلى هذا فقد أمر المريد بالصبر. قال الإمام مولانا سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا بالله واصبروا على أمر الله واصبروا على أدب الله سبحانه. فالمريد إذن مطالب بذلك، مطالب بالتأدب في طريق الله والصبر عليه. وقد تحدث الإمام حجة الإسلام مولانا أبو حامد الغزالي قدس سره طويلا عن الصبر وعن فضله وماهيته وأقسامه، وبإسهاب كبير في كتابه إحياء علوم الدين، فذكر أن الله سبحانه قد وصف الصابرين بأوصاف، وذكر الصبر في القرآن في أزيد من 70 موضعا، وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له، فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال كذلك: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب،
فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب؟ هناك يحق الصبر، والصبر واجب، وما كان منه كالضرورة أوجب. Thank you.